اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك سحر المسحورين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا طالب علم إلا سددته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قصمته، ولا طاغية إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا، ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها، ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، أنزل على آبائنا وأمهاتنا من واسع فضلك ورحماتك.
اللهم ارحمهم كما رحمونا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. اللهم اجزهم باليد الطول التي لهم علينا. اللهم قدمهم كما قدمونا وأفرحهم كما أفرحونا. أجزل لهم أجرهم وارفع قدرهم ويسر أمورهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم واحسن خواتمتهم واغفر اللهم لمن مات منهم. اللهم اغفر لمن مات منهم. أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكون في بطون الألحاد من المطمئنين وبجودك وفضلك من السابقين. جازه بالحسنات إحسانا. جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واشمل بذلك موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر أيامنا خيرها. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا آخرها وتوفنا وأنت راض عنا. وتوفنا وأنت راض عنا يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا يا خالقنا ويا رازقنا يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا من يعلم سرنا وعلانيتنا يا من يعلم ما تخفي الصدور يا من يعلم ما بالسرائر والضمائر يا عالم الخافيات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات يا حليما على من عصى ويا قريبا ممن دعا ما أحلمك على من عصاك وما قربك ممن دعاك ما أحلمك. إن عصيناك أمهلتنا وإن أطعناك شكرتنا وإن تبنا إليك قبلتنا. فيا حليما يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود اغفر ذنوبا حالت دون إجابة دعواتنا ولا تخذلنا عند الممات. اللهم لا تخذلنا عند الوفاة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا في موضع تحب أن ترانا فيه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت الذي إذا سئلت به أجبت. اللهم يا حي يا قيوم انصر من نصر الدين وارفع قدر من رفع راية الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك. اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين.
اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بالطغاة أجمعين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.